من عاصمة الأوراس تعهد مرشح الانتخابات الرئاسية عبد القادر بن قرينة إطلاق اسم الشهيد مصطفى بن بولعيد على قصر المرادية في حال فوزه بالاستحقاق الرئاسي. أنا أفكر في قصر المرادية بأنه يصبح من اليوم إذا كنت رئيس يدعى قصر الشهيد البطل مصطفى بن بولعيد. المرشح بن قرينة وصل المرافعة من أجل فتح حوار مجتمعي شامل من شأنه إيجاد حلول للأزمة التي تعيشها البلاد. أدرك الفرقة فأفتح حوارا مجتمعي غير إقصائي لكل أبناء هذا الوطن، لكل أفراد هذا الوطن، لكل نخب هذا الوطن، لكل شرائح هذا الوطن، لكل بلديات وولايات وجهات هذا الوطن دون تمييز. الحملة الانتخابية التي تدخل أسبوع الثالث والأخير، ومرشح حركة البناء الوطني جدد التأكيد على تعزيز مبادئ أول نوفمبر وترقية قيم المصالحة الوطنية.